بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما الآن يا أبطال، سيتم توزيع شهادات الفترة الثانية، الفترة الأولى من الترم الثالث. طبعا في شهادة في النهاية، ولكن هذه الشهادات في الجزء الأول من الترم الثالث. ما شاء الله الجميع متفوقون وناجحون. نبدأ في التسليم. أحمد عبد العزيز الفوزان. قدرت المي. طيب إبراهيم عبد المحسن السبت مريض. طيب حمزة محمود، محمد محمود بلال. ما شاء الله عليه، أخذ 10 من 10. ألف مبروك الرسالة، ألف مبروك. ما شاء الله عليك. عامر محمد النهدي. ألف مبروك، ألف مبروك يا عامر، ألف مبروك. عبد العزيز الرويلي. أخذ شهادة تقدير. العزيز عودة. عبد الله التميمي. ما شاء الله ما شاء الله. عزام أسعد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. متفوقون. فارس الغمدي. فواز الغمدي. محمد عبد العزيز الأحمد. نواف العزري. أحمد الفوزان. ألف مبروك كل باقي ناخد صورة جماعية. طبعا المخدوش الشهادة بتاعتهم في الحسابات، ما هي بإيدي، ماشي يا أبطال؟ غصب عني والله. كله يطلع بقى ياخد صورة جماعية هنا مع بعض كده. أحمد صورة كده، ها؟ نحاول القصير قدام والطويل ورا. الطويل ورا والقصير أمام. إن شاء الله صورتك، لا بلاش تحطي وراك كده. يلا شكرا. دول يوم ما خدوا دول.